السلام عليكم. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات ملكية سامية غيتم يوم 23 جانبير استقبال ملكي للمنتخب المغربي من بعد المسار الكبير اللي حققوه في كأس العالم كأول منتخب إفريقي وعربي كيحقق هذا الإنجاز ويتأهل لنصف نهاية كأس العالم. وحسب بعض الأخبار المتداولة فمن المنتظر أن الملك غادي يوشح اللاعبين والطاقم بوسام ملكي. المدرب وليد الركراكي غياخد الوسام الملكي للمرة الثانية في حياته من بعد ما خداه في 2016 في عيد الشباب ملي كان مدرب ديال الفتح الرباطي. وبجانب استقبال لاعبين الملك أصر على حضور أمهاتهم معهم من بعد ما خلقوا ضجة إيجابية بداك التلاحم الأسري اللي شفناه في كل مباراة وكيفاش الأمهات كان دعمهم قوي للأبناء ديالهم وخلاهم يعطيوا جهدهم وسط الملعب. وفي تصريح الموقع اش بي في البلجيكي قالت السيدة كريمة اللي هي أم بلال الخنوس: كان من المفترض نكونوا دابا في بلجيكا من بعد انتهاء المشاركة المغربية في كأس العالم، لكن الملك محمد السادس أصر على حضورنا احنا أمهات اللاعبين في هذا الاستقبال. وأيضا تم تداول فيديو فيه الأم ديال حكيم زياش وهي كدور في شوارع وأسواق مدينة الرباط في انتظار وصول الإبن ديالها ومرافقته للقصر الملكي لحضور حفل الاستقبال. وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه في هذا الإطار غيتم استقبال المنتخب استقبال كبير، والبرنامج غيكون أنهم اللي غيوصلوا المطار الرباط سلام على 5 ديال العشية تقريبا غيدوزوا على شارع الحسن الثاني وساحة 16 نوانبير وساحة شلة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء وصولا إلى القصر الملكي.